أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف ثم
جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب والذي جعل الشمس ضياء ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها ورضوا بالحياة الذين هم عن